السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد لابارتمون في الدوزيام ايطاج، جات في ايموبل ار بلس 2 في ملك الشيخ. ايموبل فيه الباركينغ سوسول. لابارتمون فيها 81 متر، كتشوف في لافاساد، عندها شراجم في لافاساد في لاكور. فيها جوج البيوت، صالون سيجور ولا كويزين وحمام واحد. كنا سبق لينا شفنا في الصاله ديال الريد شوسي ديال 71 متر ابيتابل، وكنا شفنا عاوتاني في صاله ديال 93 متر. هاد جوج الاخرين كيشوفوا في لاكور، عندهم شراجم في الزنقه، هذه عندها شراجم في الزنقه وفي لاكور. الثمن ديالها ثمن جد مناسب، 38 مليون فيكس. فيها 81 متر ابيتابل، جات في ار بلس 2 ديال 24 جار. كاينين 8 ديال لي زابارتمون باغ ايطاج. ايموبل جا في ملك الشيخ، كارتي مخيره في جديده. لابارتمون خاصه شويه الاصلاح، اصلاح غير في الصباغه. الثمن ديالها ثمن جد مناسب، مشمشه من لاكور. شراجم ديال لافاساد مشمشينش مزيان، ولكن شراجم ديال لاكور مشمشين مزيان. لي زانفو ان شاء الله كاملين نخليكم تحت في الديسكريبسيون. اللي احتاج شي حاجه ولا بغى لا فيزيت، وصل معايا في واتساب ولا انستغرام. تبارك الله عليكم.